بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، ورجعنا لكم تاني بعد دورة الفراخ البيضة. ما نجحت معانا ما شاء الله، الله أكبر، زي ما انتم شايفين والله الله أكبر، يعني ما فيش أي خسائر خالص في الدورة. قعدوا معانا 40 يوم، الدورة قعدت 40 يوم عشان الأحجام، نوصل الأحجام دي، لا علاج ولا أي حاجة ولا أي مشاكل، عليقة بس، عليقة زي ما انتم شايفين، ياكلوا عليقة ويحطوا فيتامينات في المية. هما دلوقتي احنا مش حاطين لهم اكل، لان احنا هنبحوهم بقى خلاص النهاردة ان شاء الله. الحمد لله نجحوا معانا زي ما انتم شايفين. يعني عايزة اقول لكم كمان الاوزان تتراوح معانا يعني من ايه، من 2.5 لتلاتة لتلاتة ونص، يعني عندنا كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين. الحمد لله يعني يا جماعة قبال كل مرة. هتقولوا لي بقى كلفت قد ايه؟ هو بالظبط هم كانوا شكارتين ال 35 فرخه، الله اكبر، كانوا شكارتين 50 كيلو، وشكاره 25 كيلو الاول، اول ما جبناهم شكاره 25 كيلو ناعمه، تمام، وشكارتين الواحده 50 كيلو، تمام، خشنين. كانوا معانا كده غير سعرهم، كانت ايوه العليه هي كانت غاليه، لان الشكاره الكبيره ال 50 كيلو كنا جايبينها ب 730 جنيه. ماشي، والشكاره الصغيره كنا جايبينها ب 330 جنيه، تمام، اتكلفوا كده. الفيتامينات والحاجات دي كان يعني زي ما مش حاجه، يعني الفيتامينات اللي احنا كنا بنحطها في الميه كانت حاجات طبيعيه، ما كانتش ادويه، كان مثلا او ادويه مثلا زي اللي هو ايه، اللي هو محلول الجفاف كنا بنحطه لهم مرتين مثلا في الاسبوع، نغلي لهم شيء، نعمل لهم خلطة البصل والثوم والجنزبيل والليمون، كنا ماشيين عليهم حاجات طبيعية لحد الحمد لله ما شاء الله ما وصلوا معانا الأوزان دي. وعايزة أقول لكم هما ما كملوش الشكارة التانية، ما كملوهاش كلها، لسه فيها يعني حوالي 10 كيلو ولا حاجة أو 15 كيلو لسه فيها. ما شاء الله يا جماعة اتكلفوا معانا في حدود 1800 1900 غير سعرهم، يعني دخلوا في 2000 جنيه. الاوزان من 2.5 ل 3 ل 3.5 زي ما انتم شايفين. عمركم مثلا الله اكبر ما هتروحوا تجيبوا 35 فرخه مؤونه، هي طبعا مش بتاعتي لوحدي، هي بتاعتي انا واختي وماما، عشان ما حدش يقول انتوا ما شاء الله مربيين ده كله ليكم، فلا هما احنا بنعملوها شركة، بنربوا كل شوية كده نحطه في الفريزر. الناس اللي بتتكلم على العلف غالي، العلف غالي، احنا كنا الاول بنربوا ال 35 دول كنا بنصرفوا عليهم يعني ما يكملش 1000 جنيه، بس الحمد لله هنعمل ايه بقى، ده حال الناس، يعني مش هناكل، هنضطر نجيب عشان ناكل ونأكل عيالنا. وعقبال كل دورة، وما شاء الله يا جماعة اهو زي ما انتم شايفين الدنيا حلوة خالص اهو والله ما شاء الله. شايفين حجم الفراخ، احنا ما بننضفوش الفراخ البيضة من ساعة الدورة، ما بتنحط ما بننضفولهاش عشان ما نرجعش نحك الأوضة ويرجعوا الأوضة تتطرب، دايما سايبين لهم الأوضة. كنا بنزودوا نشارة على النشارة القديمة، بس ما كناش بننضف لهم الأوضة خالص، عشان لو نضفناها هتبقى هيطلع عليهم رطوبة، فكنا سايبين. واللمبة دي من يوم ما جم ما اتشالتش لا نهار ولا ليل، فضلت زي ما هي اهي. التربية حلوة في البيت يا جماعة والله، ونضيفة الحمد لله. 40 يوم بالظبط وهنبحهم النهاردة إن شاء الله. اهمت ما شاء الله، انتوا شايفين اهمت، واستنونا ان شاء الله بقى ايه في الفيديو اللي جاي بحاجات جديده ان شاء الله، هندخلوا دوره جديده، وتعالوا معايا بقى موريكم الرومي اللي انا ما وريتهولكوش من زمان. يا جماعه ما شاء الله الرومي بدا، الله الله اكبر، ماشي، زي ما انتوا عارفين طبعا الرومي اللي ما شاء الله بيبقى كده بيكبر، والنتائج بتبقى يعني حجمها برده قليل، لسه قدامها شويه زي انتوا شايفين، الله اكبر ما شاء الله. الحمد لله مش بنواجهه اي مشاكل فيهم، يعني احنا واجهنا مره شكلك كده هتيجي تعضني وانا بخاف، يعني المشكله اللي واجهناها ان هم كانوا بيشدوا روش بعض، وحطينا لهم قبل كده بس هي بودره بلاط، حطينا لهم صدف وخلاص، مفيش اكتر من كده. عشية الدنيا شمس، لان انا بصور لكم الصبح زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، وانا هطلع لان شكلك كده هتعضني ولا ايه زي ما انتوا شايفين. تعالى اوريكم الصغير وصل حجمه لحد فين، ادي الصغير اهو حجمه بقى كويس اهو ما شاء الله كبر ان شاء الله برضو.
هما مش عارفه هما مفترسين على الصبح ولا ايه زي ما انتوا شايفين. بنحط لهم ياما، دايما بتحط لهم مثلا خلطه برضو دشيش، رده، حاجات من دي على عيش، ما عيش متدشش، والاكل ده بتاكلهم يعني كده اهو. حجمه ما شاء الله برضو كبر، زاد عن الاول، كان الاول صغير قوي. الرومي احلى تربيه، وبرده برجع اقولها الرومي حلو قوي قوي. تعالوا بقى موريكم البط بتاعنا وصل حجمه لحد فين اهو. زي ما انتوا شايفين البط بتاعنا المسكوفي الحمد لله صحته الحمد لله بقت كويسه خالص زي ما انتوا شايفين اهو. والذكوره يعني فيهم بانت، والنتايات طبعا باينه، الذكوره شدت حيلها كده عن النتايات فهمت. طبعا ده مسكوفي بلدي بيوصل يعني الذكر ممكن يوصل لسبعة كيلو 8 كيلو على رمضان يعني. ان شاء الله اوريه لكم برده معانا كل فتره والتانيه. برده بناكله الخلطه اللي هي الدشيش ورده وعيش متدشش برده، ونقطع لهم عيش وبنحط لهم مثلا اكل وكده، بواي لو في بواي اكل اهمت. ده فيديو سريع النهارده على الحاجه اللي احنا بنربوها، وان انا منزلها لكم من يوم ما جبتها. الحمد لله يا جماعه مفيش اي مشاكل بتواجه، الاهتمام بالحاجه ما بتخليكش تواجه اي مشكله تقابلك. انتوا شايفين اهمت. ودي كان الفيديو بتاع النهارده، فيديو يعني بسيط وكده، وريتكم الحمد لله دوره الفراخ اللي نجحت معانا، والحاجه الحمد لله اللي بنربيها لسه على رمضان ما شاء الله اهمت. الدنيا الحمد لله تمام. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك اللي ما عملش، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد احنا بننزله.